عليه وصحبه وسلم. أما بعد، هذا اتصال مع شيخنا الشيخ سعيد حفظه الله تعالى يتعلق ببعض المسائل الغربية مثل تغيير الكنيسة أو تحويل الكنيسة إلى المسجد وغير ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخنا؟ حياك الله يا خالد. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. ولا الحمد لله، لا تكون مشغول شيخ؟ أبدا وسلم الله. الله يبارك فيكم ووفقنا وإياكم. طيب، السؤال الأول شيخ، هل يجوز اشتراء كنيسة لتحويلها إلى المسجد؟ بعد السؤال؟ يعني هل يجوز الاشتراء الكنيسة أو كنيسة لتحويلها إلى المسجد؟ نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وصلى على محمد. لا مانع من شراء الكنيسة وتحويلها إلى مسجد، بل هذا خير، هذا خير أن يحول مكان الوثنية إلى مكان عبادة، لكن تهدم معالم الكنيسة ويعني يوضع على هيئة مسجد. نعم. طيب، جزاك الله خير يا شيخ.